الشعور ديالك؟ الحمد لله، الشعور ديالي مختلط بالفرح والبكاء، وفي اللحظة ان مني تلقيت النتيجة كان واحد الشعور زوين بزاف، وفرحت والدي الحمد لله. بديت العمل ديالي من اول سنة وربي الحمد لله ما ضيعنيش، وانا فخورة بهذه النتيجة اللي في الحقيقة. الاضرابات كانت واحد الفترة اللي صعيبة علينا بحكم اننا ما مولفينش الخدمة بدون استاذ، اضطرينا اننا نخدمه في الدار ونقلبوا على المعلومات في الدار، والحمد لله كان العمل مكثف وكانت المساعدة ديال الاساتذة ديال الدعم، وبفضلهم تمكنت من انني نحصل على هذا المعدل وبفضل الله سبحانه وتعالى. وبطبيعه الحال ما ننساوش الاساتذه كاملين ديال مؤسسه بن سينا التاهيليه اللي كاملين واكبونا وعاونونا من اول سنه. الرساله اللي نوجه للتلاميذ المقبلين على الباك انهم يبداو من اول سنه ويخدموا ويديروا كاع جهدهم ويتوكلوا على الله، وراه ربي ما غاديش يضيعهم. بطبيعه الحال المدرسه العموميه كتكون عندها واحد المكانه كبيره بالنسبه للتميز المدرسي، لانها كتخرج تلاميذ اكفاء وتبارك الله عليهم، تلاميذ يعني في المستوى. الحمد لله الاساتذه كاملين ديال المؤسسه العموميه كيواكبونا وكيدعمونا من اول سنه، والفضل كيرجع لهم بطبيعه الحال. سعداء كطاقم تربوي واداري لثانويه بن سينا التاهيليه بهذه النتيجه المشرفه والمتميزه اللي حصلت عليها التلميذه البسمه اليزاني، حيث حصلت على 19.36 في شعبة علوم فيزيائية خيار فرنسية. هذه النتيجة طبيعة الحال شرفت ثانوية بن سينا التأهيلية، كما شرفت العائلة اللي بهذه المناسبة كنهنيها بهذه النتيجة، وأيضا شرفت المدرسة العمومية. مرة أخرى تنهنيها وكنهني العائلة ديالها. تحية للجميع.